من جحر الديك. طبعا جحر الديك ابراجنا تهدمت، ما قدرناش نجيب اشي منها خالص. واليوم احنا عايشين هنا يعني في المدرسة، وبنام انا واولادي وزوجي على هذه المنطقة. والله صدق على الدنيا، والمدرسة سلمت شوادر، مش ما سلمتش، واحنا بالذات ما عطتناش. فيش عندنا الحالات الخاصة بالمرة، سلمت للكل يعني، واحنا ما سلمتناش. جوزي باع نص الوجبة وشرى هدول الخشبات، ببيع نص الوجبات ونستلم نشتري الخشب هذا على اساس نشتري ان شاء الله شادر ونعمل الخير هذه. على فكرة زوجي كمان كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة، المفروض اعطونا صف انا وزوجي اقل اشي هذا، لانه الشظايا راح تخزق الشادر، راح يعني تيجي على الاطفال على الاقل يعني البرد. والله العظيم اولادي دائما اسهال بالنتج، اواعي ما عنديش يعني، والله بغسل الاواعي الميه وبلبسهم اياها. وحياة الله لا عندي اربعه بس، بنت في الصف فوق، والولد راح يسلم مع ابوه، عاد بوزعوا مطحين وشي راح مع ابوه. امراض عندنا الحمد لله يعني الاسهال النتج، في اشي طلع جديد اللي هو الحبوب في الراس، وبعدين انفلونزا دائمه عندنا.